في عام 2020 ستكون دبي عاصمة الإعلام العربي. هذا الإنجاز تستحقه دولة الإمارات لأنها أصبحت مركز للإعلام العربي. احتضنت أكثر من 4000 مؤسسة إعلامية، استقطبت رجال الإعلام العربي للعمل في دبي، تم إنشاء المدينة الإعلامية، توفير البنية التحتية المتكاملة للعمل الإعلامي، تم تأسيس نادي دبي للصحافة لتصبح منصة إعلامية في الشرق الأوسط. الهدف من هذا النادي الأدبي للصحافة جمع الصحفيين والإعلاميين والأدباء من أجل أهداف السامية وتطوير العمل الصحفي، تشجيع المواهب العربية للانخراط في عالم الصحافة، هذا بالإضافة لدعم وتطوير صناعة الإعلام. فكبار الصحفيين والإعلاميين يتنافسون للحصول على جائزة الصحافة العربية التي يمنحها نادي دبي للصحافة، هذا بالإضافة إلى المؤتمرات التي لا حصر لها، أهمها قمة رواد التواصل الاجتماعي العربي لتشجيع المؤثرين من العرب في وسائل التواصل الاجتماعي. وأيضا تم تأسيس مجلس دبي لمستقبل الإعلام. تستحق أن تحظى دولة الإمارات باختيار دبي عاصمة للإعلام العربي لأنها منارة للثقافة وصناعة الإعلام الذي يبني الأوطان والمجتمعات ويقرب بين الشعوب، لأن الإمارات دولة التسامح.